جائزة الأصالة والتطوير أيضا قيمتها 2000 ريال عماني فازت فيها ولاية نزوة. ألف مبروك. الأصالة والتطوير يعني جائزة. تكلم شوي عن الأصالة والتطوير. طوروا يعني تذكري أنت حلقة ولاية نزوة، طوروا أشياء تراثية مبتكرة اللي كانت الابتكارات. نعم فعلا، يعني جميل أن نحن نحافظ على تراثنا ولكن أيضا نستغل الابتكارات الحديثة اللي تتماشى مع العصر.